جو ترحب وتحية صباحية لكل مستمعين الأوفياء وخاصة لعاد التحقوا بنا اللحظة وغادي نمشيو مباشرة في وات لالا مولاتي عند الأستاذة فن تعليم الطبخ والحلويات المستمعة سهام أم وصال. ألو سهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. صباح النور وصباح الورد والياسمين. الله يبارك فيك للاختك. والله أنا سعيدة بنسمع صوتك وتوحشتك وتوحشت المستمعات. بارك الله وفيك. حنا توحشناك بزاف ونتمنى تكون على خير دائما. حنا عارفين غير يعني أكيد على أنه موسم دراسي متواصل راه ما ساهلش. ما تيكونش الوقت وتيكون في الاخر العام امتحانات هادشي اللي كاين ولكن الحمد لله يعني فوق ما كتكون عندك الفرصه كتسمعينا ودائما في تواصل في الواتساب كتصيفطي لي اقتراحات وديال النساء الارامي اللي كتشتغلي معاهم اللي كنتمنى لهم التوفيق في حياتهم والله يقدركم على هاد المجهودات اللي كديروا. امين امين. شكرا. الله يبارك فيك. تحيه اول شيء بعدا تحيه ليك وتحيه للطاقم التقني اللي مرافقك وتحيه للمستمعات وتحيه لامي الحبوبه ديالي هي الله يحفظها لك بلا بها هادشي اللي كاين الحمد لله. الله يبارك. شكرا بزاف والله حتى انا يعني تنفرح ملي كتعطي واحد كتبقى صدقه جاريه هادشي اللي كاين الحمد لله كتعطي وتبقى الله يثبت الاجر انا ديك هي الدنيا هادشي اللي كاين فعلا. اليوم ايه تفضلي اليوم تشاركي معنا باقتراحات خاصين بالعيد ان شاء الله. هما دروس ديال الضيافه ديال الضيافه يعني وهاد الضيافه يعني شي حاجه بريستيج للانسان ينوع مثلا في العيد تيكون كل شيء موجود ما فيها باس الانسان يكرم داك الضيف ديالو هادشي اللي كاين فعلا واللي ما قدش المهم الانسان تياخذ فكره. ان شاء الله غدا نمروا للكرون سالاد. هاد كرون سالاد هي عباره عن واحد الباتي عفوا ماشي باتي هو لاتيرين أيه. لان الفرق بين الباتي ولاتيرين لاتيرين كطيب في باب ماغي والباتي يعني تيطيب مباشره في الفرن. ايه وهي عباره عن بحال نقولوا مملحات تيتحطوا مع هذا الباتي. مزيان. ان شاء الله غنمشيو لي زانغريديون. عندنا بالنسبه لهذا لاتيرين فيها جوج كيلو ديال ميرنا يعني كولا واحد الحوته كتكون كبيره وفيها تقريبا مقدار ديال جوج كيلو. واللي ما قدش على مثلا هنا الحوت يقدر يعوضها الدجاج. عندنا كيلو ديال الكريفيت وعاوتاني اللي ما قدرش يقدر يدير غير نص كيلو ولا ربع المهم داك النص ما ديال الحوت. احنا بغينا هاد الصلاد نعملوها ما هي لونطخي نعملو فيها الحوت من الافضل أيه. لان غيجي الطبق الرئيسي اللحم اييه نغيرو باش نغيرو فعلا. عندنا كيلو ديال الكريفيت عندنا جوج معالق كبار ديال النشا. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصه بقناه ديال الحليب او كريم فريش اييه جوج معالق كبار ديال لافارين خمارة مية وخمسين غرام ديال الفخوماج أحمر اللي معتاد شي دار ولا إدام. عندنا خمسين غرام ديال الموتزاريلا معلقة كبيرة تكون غازي ديال عطرية الحوت. عندنا شوية ديال السودانية ضروري هنايا جوج معالق كبار ديال الربيع معدنوس وقزبر. عندنا ربع حامضة ديال اللب ديال الحامض المصير ايه ستة الحبات ديال الكورنيشو وتقدري هنا تقلي غير هو ردوا بالكم الكورنيشو ما يمشيش لذاك اللي ملح اللي تيكون في القراي تيكون مخلل ايه. عندنا بيضة وعندنا واحد لي بودان ديال السيرومي هادو غنعملوهم غير في الوسط هاد الشيء هاد الكل كله تيطحن يعني نطحنوا الميرنا والكريفيت قلت نقدر نعوضها بالسبب ديال الدجاج ونطحن كل شيء ونخلي البودان ديال السيرومي غناخذ دابا في المونتاج غناخذ المول اللي بغيت دائره راه شفتيها كنت صيفطتها لك في الصوره فيها كلاصاج صالي اييه كتبان بحال سيربريز الا شتي كاطو اييه فعلا كتبان الا عقل على اييه راه عندي في الصوره هذاك المول كتختاري اي مول عندك على حسب لو شوا وكتعملي ضروري بابي كويسون كدهنيه بشويه ديال الزبده وكتخوي فيه النص ديال الخليط ومن بعد
تنحاول نغرس فيه داك البودان ديال السيريمي. بغيتي تعملي فيه الكخفو تعملي. المهم غير هذاك السيريمي كتقطعي تعطي داك لورونج. ايه. من بعد تنعاود عاوتاني كوش اخرى ديال ما تبقى من الخليط. بحال مفهوم؟ اي مفهوم. وتنعمل لاطا فيها شويه ديال الماء. ولا تنعمل لاطا فيها الماء والكريي. الشبكه هذيك اللي كتكون في الفران. وتندخلها الفوق تنخليها تقريبا واحد 20 دقيقه. هكاك ايوا ما كيتعطلش لان كل شيء فتي ما يحتاجش بزاف. لا ما كيتعطلش. هو الا فوتي طيب هو الباتي اش وقعتي نشف وخاصك ضروري تصوبي لاصوص باش تكسري داك شوفي اللي غتكون في اي واخا. من بعد احنا سالينا من هاد لاتيرين طابت غنعمل له واحد كلاصاج صالي. هاد كلاصاج صالي يمكن عمرو ما قالوه يمكن البنات ولا الشيف عندك في الراديو. المهم هذا انا ابتكار ديالي. وهذه لاصوص سباس مايو ديال الصين ديال السوشي. غير انا حولته لهاد الكلاصاج. عندك تناخذوا الفيمي ديال البواسون ماشي الفون الفيمي لان الفيمي كتقال غير على البواسون. تناخذوا مثلا الكريفيت ولا كاركاس ديال البواسون وتنحاولوا بحال نحركوه في المقلى مع شويه الزبده والزيت. اييه بحال تيعطيني واحد الفيمي. عاد باش نضيف ليه بصله تنضيف ليه هذا جزره يعني خيزو وتنضيف ليه تفاحه تكون غير صغيره ما تكونش يعني كبيره. وتنعملوا نحاولوا نديروا داك غارنيتور ديال اغماتيك ديال بحال بوكي غارني ورقه سيدنا موسى الزعتر ازير. هادو انا اضافه هما ما كاينينش. اييه تقدري دير فيها حتى عريش ديال الكرافس. هادو ما تيديرهمش الشينوا حنا زدتهم. اييه من بعد حيتي للدكتور. من بعد ملي تنضيف تنحاول نمرق بالماء ونخليه يغلي 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 مزيان. تنصفيه غادي يعطيني تقريبا ثلاثة الكيسان ديال داك الفيمي ديال البواسون. من بعد تنضيف ليه خمسة المعالق كبار ديال لاصوص صوجا كتكون ثقيلة يعني ديك اللي كتكون فيها الشامبينيون. أيه. مكتوبة عليها. وتنعمل معلقة كبيرة ديال النشا شوية سوداني إلا بغيتي. هنا إلا عطاك اللون أنا صراحة تما تنضيف واحد معلقة صغيرة ديال البودغ كاكاو اللي في ساشيات. أنا تنضيفو علاش باش تي يزيد يركز ليا اللون ديال الماغون اللي باغا أنا. من بعد ملي تنعمل هادشي فوق النار حتى تيعقد تيبان لك بأنه بدا تيعقد شوية أغفو خارج النار تنضيف ليه جوج وريقات ديال الجيلاتين. الجيلاتين كتكون مرطبة ديجا في الماء من قبل. ومن بعد غير هي ما نعملهاش في حرارة طالعة راه معروفة ما بين 60 و 70 إلا عملتيها بدرجة طالعة راه عمر ما غيتقبط لك داك الكلاصاج. وباردة راه غتولي لك بحال الخيوطة. أنا غير تنذكر بالنسبة أي لا مزيان هادو ملاحظات مهمين. أيه من بعد ملي تيطيب هذا الباتي تنحطو فوق كري ما كانش كري نحطو فوق جوج كيسان ولا غير تعليه. أيه تنخوي هذا الكلاصاج ويكون دافي شويه. تنخوي الكلاصاج وتنزين بالجبن اللي تيكون معلب تنخرجو ببوش ادوي وتنزين بالنوازيط ولا الكركاع. انت الا شفتيها كوهله نوبلولا ما كتسحبيها بانها كاطو كلاصي. وتنزينها بالخص. هذه غنحطها في السونتر ديال ديال البلا. اييه بغيتي تعمليها في الكوان المهم على حسب البلا اللي عندك. غادا نضيفوا لهاد السلاد هادي غنضيفوا لها سلاد ايزيوتيك. غناخذوا ليشو الموف. اييه داك الكرنب بالموف. وغادا نحلوه ونديروه هو الفون اللي غنحطوا فيه هاد الميلونج ديال هاد الشلاده. اييه هاد المكونات سمحي لي. اييه
تناخذ هذيك لي شولموف تنفرقو وتيولي لي بحال شي طبيطلات بحال شي جبيبنات صغار. الا كانوا كبار نحاول نقطعهم واحد شويه وغنعمل فيهم هذا الخليط. هذا الخليط عباره عن خص البلدي ديالنا متقطع زائد مكعبات ديال فرماج احمر. عندنا لافوكا مقطع حتى هي مكعبات. اناناس الاحسن يكون داك الطري يكون حتى هو مكعبات. الضبوب اللي موجود في السوق. عندنا قلب النخيل. اللي ما بغاش هاد المعلبات ما يعملهمش غير يعني لافوكا وهذا وانا نصرة كافين. عندنا القسطان المعلب حتى هو تيجي مزيان. وعندنا واحد شويه ديال السيريمي. من بعد تنحاولوا ناخذوا الكريزيت يعني غير شي شنقول لك واحد 100 غرام بحال هكا كيكون صغيره شويه الزبده والبزار. عندنا شويه ديال الذره معلبه. على فكره على الذره اللي ما بغاش معلبه دابا راه موجوده الذره من الاحسن ياخذها ويسلقها بشويه الملحه ويعملها في الكونجيلاتور يعني كتبقى مده طويله في الكونجيلاتور. عندنا شويه القرقاع ليمون اللي بغى هاد ليمون ديال بوزروق اللي بغى يشريهم يديرهم هادي ماشي اوبليجي يعني هنا غنمروا لاصوص. دابا حنا صوبنا هاد المكونات وغادي نعملوهم في هذوك لي شون موف اللي كنت قلت لك. من بعد غنضيف هاد لاصوص. عندنا علبه ديال ياغورت مسوس، معلقه كبيره ديال موطارد، معلقه كبيره ديال مايونيز. مرحبا بكم على التسجيل. معلقه صغيره ديال العسل قناه امونه المزيونه. شكرا. معلقه كبيره ديال الحامض وشويه الملح. هاد لاصوص غتحطيها هكا في شي زليفات ولا هذا مرافقه لهاد هاد لي سلطات. والتزيين هذاك السلطه كتزينيها اما بكريفيت بالقشره ديالو ولا البيض السنان اللي بغيتي. المهم كتحطيها حدا هذاك لاطيرين اللي صوتي. اييه هذيك تحطات في الوسط وهذوك يعني في باش كيجي داك التفصيل تبارك الله يعني كيجي في الصراحه واحد المنظر فيه زوين. كيجي عامر. من بعد غنصوبو واحد لي فيغين لانه غنبقاو في البريستيج. ايوا وتتحرصي حتى على اللوينات يعني تبارك الله ملي كيبان داك داك التفصيل يعني تيبان حتى اللوينات ديالو كيشهيو. خاصك ديرها بحال شي حديقه. اييه فعلا باش تفتح الشهيه تتخيل. عندنا بالنسبه للي فيغين هادو ساهلين لي فيغين. وشي هادشي راه غيكون غير تحضريه مسبق ما تخافي من حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين يعني واخا خاص الواحد يتبع المراحل كيف قلتي وكل حاجه قادها في الوقت ديالها يعني ما يديرش كل شيء في دقه واحده. يعني من قبل هاد الصاله تقطعيهم يعني ما يتخلوش من هاد. اييه فعلا. واخا هي فيها بزاف المراحل ولكن ومازال مقاست راه حاولت ندير غير شي حاجه تجي مزيان. مزيان. في التحضير. عندنا بالنسبه لهاد لي فيغين عندنا لاموس ديال الباربه. غير هاد لاموس انا زدت ليها البطاطا. علاش بغيتها غير باش تقلها شويه. كناخذوا الباربه كنطلقوها نطحنوها ماشي نحاولوا نطحنوها واحد شويه. والبطاطا بحال مثلا عندنا ثلاثه ديال الباربات غنعملوا لها بطاطا صغيره وحده غير انا بغيتها باش تقل ليا. تنطحنها هي وهاديك البطاطا تنضيف ليها البصله تكون فيزلي مقطعه رقيقه رقيقه مزيان. حيت انا بغيت غير نص ما لان البصله والخل والمعدنوس تيجي رائع مع الباربه. هادو تيخرجوا لها داك لوكو ديال السكر اللي فيها. من بعد ملي تندير البصله قلنا فيزلي والربيع والخل تنخلط هادشي وتنخلطها مع الجبن بالاعشاب. لي فيغين ضروري تيبغيو الجبن بالاعشاب. حيت هذاك لاموس تيلبدا غير هذاك الجبن. جبن بالاعشاب واخا. هذه يعني كوش الاولى تيجي فيها ذاك اللون الوردي. دابا غنمشيو لاموس ديال لافوكا راه معروفه غير هي بغيت باش يجي ذاك التسلسل ديال الالوان. عندنا لافوكا تنعملو فيها قطيره ديال هذا ديال الحامض. من بعد تنضيف لها الجبن بالاعشاب وتنضيف لها شويه ديال السيريمي.
داك اللوغو تيجي مزيان ولكن يحرصوا ملي نطحن لافوكا نزيد غير شويه ديال الجبن وهذاك ديال السيرين لان هي ملي كطحن بزاف كتولي ليكيد ما غتبقاش شاده ما تبقاش موس شاده فعلا عندنا بالنسبه للموس الثانيه الكروفيت معروف يعني نسوطي واحد شويه بالزبده وشويه ديال البزار وتنضيف ليه الجبن العادي بدون اعشاب هذا يجي عادي ونقدروا نزيدوه هو صراحه كتبغي دار بالصومو فيمي غير هو غالي شويه انا من هذاك يعني داك لي زانغريديون اللي ذكرت قبل ديال الكروفيت كنشيط واحد شويه الكروفيت نحاولوا نزيدوا شويه ديال التحميره علاش غير على قبال باش يعطي داك اللون صومو باش ما يجيش بيض دابا سنينا من اللي فيغين ياك غدا انا واصله ولا غدا تنجري لا لا بالعكس غدا مزيان لا تبارك الله عليك ربي يخليك دابا ان شاء الله تعالى غنمشيو لواحد هذا الكومينسات بالمخ واخا هاد الكومينسات بالمخ يعني سهل غناخذ المخ الكري راه رخيص متناول انا تسولت وقال لي 40 درهم يعني اي واحد يقدر ياخذه ويخرج لك بزاف اييه 15 كميه مزيانه فعلا في مقلاه تنعملوا فيها البصله تكون مقطعه كما دائما سيزلي ماشي اون دي ولا اون بتي دي يعني رقيقه بزاف من بعد تنعمل واحد الطرف ديال الثومه وتنعمل انخلاته تدبال ونضيف ليها تقريبا واحد 4 معالق ولا 5 هكا ديال لاصوص طوماط نحيدو من هذاك البيبيت ديال هذاك الزريعه وندير معلقه كبيره ديال المطيشات الحك هنا ضروري هي كيف تسحب لي ذكرت الاسم ملي تنعمل داك المطيشه تنخلي داك الشيء حتى يتعقد شويه الكمون شويه سكينجبير طري غير واحد شويه ردوا بالكم لانه مار وشويه البزار البيض شويه السودانيه هاد الشيء تنخلطو مزيان تنضيف ليه هاد المخ معروف المخ راه غير كتسوطي واحد شويه كديو تجيبي صافي راه تيطيب تنضيف ليه 150 غرام ديال فرماج احمر ولا ايمونطا اللي عندك اييه ملي تن صافي تيدوب داك الفرماج عندك تقريبا واحد 700 غرام هاد الشيء اللي قلت هاد المقادير تنخرجوا دائما هذا الفرماج يكون خارج النار اييه صافي تنعمر به داك والمعدنوس نسيت سمحي لي ماشي المعدنوس القزبر والمعدنوس بجوج المعدنوس خصوصا القزبر تيعطي واحد الريحه زوينه لهذا الاكل من بعد ناخذ هذاك الحشوه وتنعمر بها الورقه ديال البسطيله تنحاول نقطعها على شكل دائري لا مثلث كبير على حسب اللي عندك انت الورقه وتنجمعها وتنحاول نجمعها بواحد الخيط حيت من بعد غتحيديه ويدخل الفوغ وتخرجيها يعني على شكل كموسه كتجمعها اييه من بعد غنمشيو لدابا لغولي ديال هذا ديال البولي اييه يجي غولي ملفوف بالدجاج واخا ولكن ساهل تاخذي غير هذا الكفته ديال الدجاج تناخذها تنعاود نطحنها الا ما بغيتيش صافي الا جبتها من الطحونه غتاخذها ديري لها غير التوابل عندك شويه ديال السكنجبير القزبر يابس على حسب انت اللي جبتي اييه القياس اللي باغا انتيا نص كيلو ربع كيلو اللي بغيتي عندنا شويه ديال القزبر يابس سكينجبير عندنا شويه ديال البزار عطريه ديال الحوت عندنا هذا بيضه وشويه ديال الشابلوغ ولا الا كان عندك الخبز في الدار شي خذي واحد شويه وديري فيه الحليب حتى يرطب اييه وعصري ودخليه مع الكفته هادو دائما تيرقيو بحال تيرطبو الكفته مزيان دائما الكفته ملي تدخل الفوق
عندك البيض والخبز اللي تيكون مرطب مبقات في الحليب اييه عمرها ما كتنشف واخا تنسيها كتبقى تتبقى فتي هي من الداخل فعلا من بعد ادريس ديال الثومه ولا ما قديتش على الثومه عندي بودغ ديال الثومه حيت هو بودغ ديال البصله اييه والسودانيه ضروري والربيع الربيع ملي تنقولوا يعني نخلط من بعد تنخلط هذا الخليط تناخذ شويه ديال لي زيبينار تنصطيهم غير شويه يعني واحد جوج معالق بحال هكاك حيت هما اللي غنعملهم في الوسط ديال هاد الغول من بعد تناخذ شويه ديال الخيزو حتى هو تنصطيه وشويه ديال الكريفيت هاد السلطه غنيه غير بالكريفيت ايه مزيان من بعد تناخذ السلوفان وتنحاول ناخذ هاد الكفته ونسرحها بحال غندير صابلي ندير واحد المستطيل غنجي في الجنب ديال هاد المستطيل وغادا نعمل واحد الخط ديال سميتو قبل سمح لي من هاد الخط غنعمل فرماج ساندويش هاد فرماج ساندويش نقطعو مثلا فرماج ساندويش هو مربع نقطعو على انصاف نحطو فوق هذاك المستطيل ديال الكفته اللي عملنا نحط وحده حدا وحده على حسب الطول اللي انا عملت ونحط الخط ديال لي زيبيناغ اللي مصوطي وغير شويه ديال البزار وشويه الكوزه في هذاك لي زيبيناغ وغادا نحط هذا الجزر خيزو حتى هو مصوطي وغنحط حبيبات ديال الكرافيت وغنحاول نبرم بهذاك السلوفان وانا تنبرم بحال تنبرم شي شناك ولا شي حاجه ونزير مزيان من الجناب ونبقى نشد هذوك الجناب ديال السلوفان وانا تندور فوق البلون دو طرافاي اييه بحال غندير واحد بونبون كبيره ملي كتبداي كتجمعيها هكا من الجناب وانت كتدوريها بحال تيتعقد مزيان تيتصير داك اللحم على داك لافارس من بعد تنعملو في الكسكاس ونخليه واحد 20 دقيقه نحاول نتكو بالكيردون باش ما يطرطقش ليا داك السلوفان ونعملو في هذا في الكسكاس حتى تيطيب تيجي هو بحال شي كاشير ولا ايه من بعد نخليه هذا ضروري يبات مزيان يعني نصيبوه ليله قبل باش يقدر يتقطع لي من بعد تنزولوا داك السلوفان وتن ملي تيطيب تندهنوه بالزبده وتندخلو الفوق ولا تنعملوه غير في المقله غير باش يعطي داك لابغيون في هذا واللون يتبدل يعطي اللون بحال برونزي على خارج الغولي نخليه تيبرد وغنقطعوه حتى هو دوائر وتيجي داك اللون خضر وتقدري لي زيبينار ما تصطيهمش تقدري تاخدي غير دوك الوريقات اللي اييه ديال السبانخ صغار وتعمليهم بلا ما تسطعي راسك بلا ما زعما يتفوروا بلا ما بلا ما تحطيهم لا شي حاجه تاخدي غير دوك الوريقات وتحطيهم هو هذاك الفخوماج غادي ينسمهم وداك اللي كيدلغ يطلق ديال الكفته غير تزيد هذوك لي زيبينار فعلا هما تيجيو زوينين تيعطي داك اللون خضر مزيان دابا غنمروا الطوماط سوريز صغسي باش يجي داك الاحمر ولكن الطوماط سوريز ماشي داك اللي كتكون صغيره الحجم ديالها بحال الزيتون كتكون بحال البيضاد اييه كتكون مويه يعني مشكله بيضاوي اييه طوماط سوريز هذيك المطيشه الصغيره الشكل ديالها بيضاوي اييه كتكون كبيره شي شويه ماشي صغيره كاع باش ملي تحطيها في الصالاد كتبان نحاولوا نقطعوا القاعده ديالها اييه باش عندك القاعده باش تثبت يعني باش تثبت وباش تعطيك داك الشكل الهندسي مزيان ماشي مزيان عاوجه بحال اييه غنعمروا هادي ساهله شويه جبن وشويه ديال الكريفيت دائما تنديروا الغابيل اييه وشويه ديال الفخوماج اللي عندك وكتهي تيجي داك اللوغو ديالها تيجي مزيان بغيتي ديري شويه ديال الطون مع الجبن لانه تتماشى مع مطيشه اييه فعلا كديري ما بغيتيش تبقاي تقوي بزاف ياك كريفيت مطحون يا نعم
يا كروفيت مطحون يا الطون مطحون مع الجبن هو تيتمشى مزيان مع هاد لافارس ديال وشويه ديال البصله حتى هي سيزون داخل هاد المطيشه ما هي صغيره كتجي يعني ملي كتاكليها بحال شي حاجه دايره صالي صغيره مزيان هاد الشيء اللي كاين في هاد لي سالاد راه مقاس انا صراحه بزاف لا تبارك الله عليك فعلا مهم هادو شي الطبقه الطله ديال بخانسيبان ان شاء الله هادو كيف ما قلتي هادو افكار ديال شلاضة اللي هي الضيافه اللي كل حاجه بوحدها ممكن انه الواحد يديرها يعني في شلاضة ديالو وعاد اكيد الى انه جمع هاد المقبلات اللي في شلاضة اللي قدمت لنا سهام اكيد انه غتجي بشكل راقي لانه في المنظر ديالها كتبان كتشهي يعني بواحد المنظر اللي هو زوين بحال الكاطو وكذلك كيف قلتي هو انه كتبان بحال شي جرده بحال شي يعني فيها اللوينات حاجه كتجي مع حاجه واخا ان شاء الله دابا غنمشيو للكتوفه ديال الغني ايه هنا تقدري تاخدي جوج صغار ودابا مع العيد راه الانسان يقدر يكتفي بكتف واحد واخا هاد الكتف ديال هذا ديال الغني نقدروا غنعملوا لي واحد لا ماريناد العاديه اللي حنا تنعملوا شويه ديال البزار سكنجبير عندنا الخرقوم السمن الزعفران شعره حيت هادو مع حنا معتادين نقولهم داكشي علاش مريت عليهم بسرعه اي معروف فعلا يعني لا ماريناد العاديه وشويه الملح وتقريبا واحد جوج دروس ديال الثومه ندخلوا هاد الشيء مزيان فيه ونخليه واحد على الاقل واحد ساعه من بعد تنوجدوا لي واحد لافارس هاد لافارس تناخذوا تقريبا مثلا كتف الا كان صغير تناخذوا واحد ثلاثه ديال البسباسات مرحبا تنحاولوا نسوطيهم في الزبده والبزار وشويه الزيت لا غير نخليه حتى ينزل ولا كتفوريه اللي بغيتي من بعد غادي نضيفوا الرابعه ديال الكفته هادي بالنسبه لي زانغريدون ديال هاد لافارس اييه الحشوه اللي غادي نديرو مزيان دابا مع الحمد الغني هكا في ايام العيد مزيان دخلوا خضره دخلتي البسباس مزيان الخضره تيجي مزيان هذا الطبق هذا هو صراحه طبق ديال مرافق بالفخ هذا اللي فخوي دي غيزمو هاد لي فخوي يعني كتقدري ديري مثلا الكاكي البعويد التفاح كدوري على التبصيل وعلاش كتزيني هاد اللحم بالتمر معمر يعني تيكون شكل مختلف هو بريستيج ماشي زعما اي طبق عادي واخا حنا نتبعو معاك واخا ان شاء الله قلنا بان هاد الكتف درنا ليه لا ماغينا غنمروا دابا الحشوه فيها رابعه ديال الكفته وغادي نضيفوا ليها ثلاثه ديال البسباسات تيكون مصوطي في الزبده والبزار وغنضيف ليه تقريبا واحد 200 غرام ديال الفرماج هنا الفرماج تقدري تقسميه كديري الانواع ديالو ايه واخا كاين فرماج فيمي كاين فرماج ايدام كاين بزاف الانواع اللي تيكون كاليتي يعني شي حاجه باش كتلذذ لك داك الحشوه من بعد غادي نضيفوا واحد 200 غرام ديال القرقاع وعندنا 200 غرام ديال ولا 100 غرام حيت هو شويه غالي ديال لافيون فيمي اللحم المدخن ماشي لدند اللحم مدخن هذا صراحه اي حاجه بغيتي تعملها مثلا في خضره ولا شي حاجه تعطي له كو زوين لا في البسطيله لا في اي حاجه من بعد تنضيف ليه واحد بيضه وتنعمل سكنجبير البزار هذا شويه ديال القرفه الا بغيتي شويه ديال السبيسه والربع ضروري هاد الميلونج كتخلطيه وهنا انا درت البيضه كما قلت لك باش ما تنشفش ليا الكفته وتنقدر نزيد واحد جوج معالق كبار ديال كريم فريش الا كانت موجوده ما كانتش نكتفي غير بالبيض نعم الا ما كانش نكتفي غير بالبيض ولا داك كيف قلتي ديك البابه ديال الخبز هكا في الحيط انا حيت ملي تيكون الانسان مثلا مقدي تيكون كريم فريش هذه كتقدري تضيفيها تهزي منها شويه فعلا كترطبها اكثر وكتجي لذيذه من بعد صافي تنجمع هاد الخليط ديال هاد الكفته والقرقاع
كركاع نقسموه نحاول نصهدوه شويه ونقسموه على اربعه صافي. تنعمر به داك الكتف من جيت هو كتف وضلعه ماشي غير الكتف بوحديته بحال النص تقريبا ديال الحولي. تنمشيو تحت تحت الارض ديال الكفته ديال سمحي لي هذا ديال الكتف. انا مع دراني المعده تندوي معاك راه دايخه بشويه عليك. لا لا تبارك الله عليك حنا متبعين معاك والله الا الله شربت الدواء باش ما يكون بس عندك ما يكون بس ما تشوفي بس ما تكملنا عليك ب شي ولد ديال الغنمي الريحه ديالو دغيا طلعت لي الله يجيب الشفاء ان شاء الله امين امين والله. وانا بالعكس والله حتى فرحانه شي ولو مريضه راه دابا سامعيني الارامل حيت كنت قلتها لهم وعارفيني بان عيانه ومع الفرحه ديال باني خصني نقدم شي حاجه للمستمعات عارفه اللي كاينه على اختك تنسى المرض. لا الحمد لله ربي يخليك. تناخذوا هاد الحشوه هادي قلنا نعمروا بها هاد الكتف وتنطيبوه نص طيبه في الطنجره. انا صراحه هو خصو يدخل الفوق يعني كتفرشي ليه البصله في اللاطه وكتحطيه فوق وكتدخليه هو تيدي وقت طويل فعلا في الفران. اييه الا بغيتي ديه الفران ديال الحومه مرحبا تيجي مزيان واخا تيتعطل عنده تيجي مزيان. اييه كديري بحساب اييه وتيكون مختص فيه يعني كيطيب مره تيسقيه. عندك الحق لانه الفران العادي اللي ما تيكونش مختص يعني هكا اللي كيجيو عندهم لي تريتور ولا تينشف اللحم لانه تيخشي عادي يعني وما تيسقيش ما تيسقيش فعلا. هذا لانه كاين فران اللي هما مختصين بلديين وكاين مختصين فعلا. ملي كطيبيه مثلا نص طيبه في الطنجره انا هكا تنعمل تنطيبو ماشي تنطيبو تقريبا كاع ومن بعد تنزولو وتندهنو بشويه ديال الزبده شويه الموطارد عادي وتندخلو الفوق غير باش يتحمر. تحمر ديك الساعه طايب هو في الطنجره. من بعد تنخرجو وتنحاول داك هو غادي داك الكتف غادي غتهرب داك الرجيله غيبان لك داك العظم ديال الكتف اللي تيكون في الجنب. انا تنغطيه انا ما صراحه ما تيعجبونيش اللي تيغطيه ببابي الومنيوم. اييه انا تنحاول نغطيه بالورقه ديال البسطيله خصني دابا نصيفط لك الصوره وتندير ليه البابيون. كتحاولي دير واحد ديزاين ديال هذاك الكتف. اييه الزين هذيك الورقه ملي تندخلها ملي هو تندهنو انا بالزبده والموطاد تنحاول ندير الورقه نغلف داك العظم بالورقه ديال البسطيله وتنصب واحد البابيو وتلصقو فيه وتندخلو منه تيتحمر منها كتحمر الورقه. اييه كتاخذ داك الشكل وكتحمر في نفس الوقت. وتيدرق داك العظم حيت ما يمكنش تحطي هذاك العظم بحال كتخاوي من اللحم. حيت هو ما طيب تيهرب شويه تيتقلص الحجم ديال اللحم الغني. دابا نمروا بالنسبه للتزيين عندنا البعويد معمر هو انت عندك بزاف ديال الاختيارات عندك اما التفاح اما الكاكي اما البعويد اي فاكهه. تناخذ هذه الفاكهه مثلا البعويد الاجاز تنسلقوا الا كان قاصح شويه تنسلقوا واحد 10 دقائق في الماء. من بعد تنعمل لي واحد السيرو تقريبا على حسب لا كونتيتي اللي عندك ديال البعويد. ناخذ مثلا واحد نقولوا كيلو ولا نص كيلو. تنعمل فيه كاس ديال الماء نص كاس ديال السنيده. السكر وتنعمل شويه ديال القرفه عواد ماديها وشويه ديال النافع. هاد الشيء تنخليه تيغلي واحد هاد السيرو يغلي واحد 10 دقائق وضروري ربع ديال هذا غندل ديال الحامض. الا ما كانش ديري معلقه صغيره ديال عصير الحامض نخليه يغلي واحد 10 دقائق. ملي تيغلي تنضيف ليه داك البعويد تنخليه يغلي مزيان بحال تيتعسل غير شويه ما يطيبش ليه ولكن يتعسل في هذاك لهذاك البعويد فهذاك السيرو يعني كيبقى شاد الشكل ديال الفاكهه ولكن كيتعسل. اييه غناخذو غنقطع على بحال نحيد الطريبيش وغنخويها من الوسط غير بمعلقه. اييه ما نديروش الموس حيت ملي كديري الموس تيزلق لك وتيضرب لك البعويد. اييه خصو يبقى في الشكل ديالو بحال غنقوروها شويه غير بالمعلقه. ضروري من الوسط غتخويها. غتاخذي اللوز مسلوق ومقلي ومطحون
وغنخلطو بلاصوص كراميل. اييه وغادا نعمر به هذاك الحفيره، وغادا نحول هذاك الجناب ديال البعويده غادا كلها يعني نغلفها باللوز ايفيل. ونرجع داك الطريبيش ملي غنحط هاد الكتف. اييه غادي يطلق لينا هو واحد لاصوص. هاد لاصوص ماشي غادي يطلق، الا دخلتيه الفوغ غادي يطلق لك واحد لاصوص. اييه في الفران كيطلق لك العصاره ديالو داك. اما الا طيبتيه في الطنجره راه عندك لاصوص مريقه. اييه هذيك كتهني منها ما كتلقايش مشكل. هو اللي كتحطيه اما في زليفات ولا تحت، حيت كاين اللي بعض العائله ما تيبغيوش لاصوص محطوط هكا في مثلا دي غامكان، تيبغي تحط في تحت مثلا اللحم. اييه تقدري تعملي لاصوص وتحطي داك الكتف وتحطي في الجناب ديالو لاصوص. نحط غير شويه ماشي نمرق بزاف، نحط في الجوانب ديال هاد الكتف هاد اللي فخوي ديغيزمون اللي قلت هاد البعويد اللي فاغسي بهاد العقده. ويلا كتقدري تحطيه وكتزينيه بهاد الاجاز وكديري كيما قلت لك لاصوص ليفيرين ولا اللي بغيتي. دابا غنمروا نزين الفوق، غناخذوا التمر يكون الحجم ديالو كبير شويه وغادا نعمرو بالجبن. اييه الكوبيه راه تيجي الروعه، داك المربعات جبن المربعات تنعمرو به، والفوق تندير اللوز كونكاسي. إيه؟ واحد تندير اللوز كونكاسي وواحد تندير فيه جلجلان، وتنزين انا زينته ببوريده ديال بات داموند. دابا نوريك الصوره ان شاء الله. وتنحطو بحال الشكل ديال السبوله، تنحطو فوق هذاك الكتف ومع الضلعه. انا تنحط في اتجاه مايل مثلا، نحط هاد التمره بحال هكا الاخرى اتجاه معاكس غيعطيني على شكل سبوله. اييه هذا التزيين ديال هاد الكتف، والمرافق كما قلت هو الاجاز الفواكه كيف ما قلت. عطيتي الفكره هي زوينه للواحد، وحتى هاد الشيوات بحال هكا ما بين الملح والحلو كيعطيو واحد المذاق. حنا غنعملو حنا البرقوق. اييه انت غتعملي البعويد. وبصراحه دابا نيت كنا كنتكلموا البارح على اساس الشيوات ديال العيد كنبغيو نخرجوا شويه من المالوف، البرقوق المشماش مثلا شطريحه، فهادو فواكه اللي ممكن حتى هما اننا نديرو ليهم حشوات ونعسلوهم ويجيو مزيانين ويجيو مرافقين للحم. الله يعطيك الصحه. لا وكتجي فكره جديده يعني بان هكا البعويد فاغسي ومحطوط تيجي حتى المنظر ديالو. يعني مزيان فعلا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك سيهام. للاسف ما بقاش لنا الوقت نهائيا، وكنشكرك بزاف. واحد ديسير ديال ليفيرين شوكولا اورانج، ولكن مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله اكيد باذن الله من بعد العطله الصيفيه ان شاء الله نرجعوا للتواصل والمزيد من الوصفات ان شاء الله. مرحبا الف مرحبا. لا لا بصداره بارك الله فيك، فرحه كبيره. وانت تبارك الله داك الصوت الدافئ الله يعطيك الصحه بيك باش نجح صراحه هاد البرنامج. الحمد لله الله يقدرنا وبكم الحمد لله وبمجهوداتكم. نتمنى والله المزيد من التوفيق والتالق للميد غاديو، والله ييسر لكم في المسيره. يا ربي امين. حنا وانتم شكرا لك بزاف سهام ام وصال استاذه فن تعليم الطبخ والحلويات، كنشكرك بزاف على كل هاد التشجيعات وعلى كل هاد الاقتراحات اللي قدمتي للمستمعات اليوم. قسمنا بزاف ديال الامور اللي ممكن انها تفيدكم، لا سواء بالنسبه للتزيين ديال الشلاضه، يعني ماشي بالضروره ديروا بالتفاصيل ديالها، ولكن سهام مشكوره عطات افكار كثيره اللي ممكن اننا نوظفوها في شليضات اللي هما عاديين، نذوقوا بهم هاد الاقتراحات اللي قدمت لنا. وبالنسبه كذلك العيد الاضحى بالنسبه للشيوات ديال العيد باللحم، دائما نرافقوهم كنرافقوهم بحويجات اللي هما حلوين، فنخرجوا شويه على البرقوق والمشمش. اخترت لنا فواكه اللي كيتواتاو مع اللحم، وفي نفس الوقت كيمكننا اننا نعسلوهم بكل سهوله ونعمروهم فكيجيو مزيانين، وكذلك بالتمر. نتمنى تكون وصلتكم هذه الافكار، واكيد مازالين مواصلين رفقه المستمعات اللي غادي يشاركوا معنا اليوم بشهوات ونصائح بالنسبه لعيد الاضحى. واللحظه غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي ونرجعوا نواصلوا فقرات لاله مولات. اليوم غادي نعطيكم وصفة صحية لتناول البيض. لتحضير هاد الوصفة كنحتاجو جوج ديال البيضات، كمية من الخرطال، وأيضا القليل من الزبدة أو زيت الزيتون والعطرية حسب الرغبة.
كناخدو جوج ديال البيضات وتنفقصوهم في زلافة ونزيدو ليهم العطرية اللي بغينا ونبقاو نزيدو في كمية من الخرطال على الخليط مع التحريك حتى يبان لنا أن الخليط تماسك في القوام اللي احنا بغيناه ونقومو بوضعه على شكل فطيرة في صينية ندخلوه للفرن لمدة ديال 5 دقائق حتى يبان لنا طاب بشكل تام. هاد الوجبة هادي مثالية كوجبة للفطور أو وجبة بينية ويمكن حتى الأطفال أو حتى الناس اللي كيديو معهم الوجبات للعمل ديالهم يديوها معهم لأنها وجبة صحية متكاملة غنية بالبروتينات والدهون والفيتامينات وأيضا بالكربوهيدرات والألياف اللي جاتنا من الخرطال أو الشوفان واللي كتمنحنا أيضا الطاقة والإحساس بالشبع. يمكن لنا مضاعفة الكمية ديال البيض إلا بغينا نحصلو على كمية أكثر وبصحة والراحة. الوصفات سهلة والجدة مع الشيكولاتة واليوم غادي نقترح عليكم واحد الاقتراح كيجي حلو وزوين وأكيد الوليدات غادي يعجبهم بزاف واللي هو التوست معمر بالشوكولاتة. غادي نحتاجو في المقادير الخبز ديال التوست، غادي نحتاجو كريمة شيكولاتة للدهن، بيضة وحدة، ساشي ديال الفاني، واللي تيبغي المذاق ديال الفاني كتر ممكن أنه يدير جوج ساشيات ديال الفاني، نص كاس ديال الحليب سائل. هادو هما المقادير، مقادير بسيطة وقليلة. وبالنسبة للتزيين غادي نحتاجو دوائر ديال البنان، نحتاجو إما سنيدة إما السكر كلاسي إما العسل، وغادي نحتاجو المكسرات اللي متوفر عندنا، بندق يعني محمر ومطحون يعني نوازيت، أو اللوز محمر ومهرمش، اللوز كونكاسي، ليزامون دي فيلي محمرين، أو الكاوكاو يعني محمر ومهرمش يعني مفرشش شوية غليظ. فالتزيين كيبقى على حسب الاختيارات ديالكم. غادي نعاود بالنسبة لهاد الخبز ديال التوست اللي معمر بالشوكولات، قلنا غادي نحتاجو في المقادير خبز ديال التوست، كريمة شيكولاتة للدهن، بيضة وحدة، ساشي ديال الفاني، واللي تيبغي المذاق كتر تيبغي المذاق ديال الفاني يكون غالب، وفعلا هو المذاق ديال الفاني تيجي زوين في هاد الاقتراحات بهاد الشكل. فممكن ديرو ساشي واحد أولا جوج أولا الروح ديال الفاني السائل، ونص كاس ديال الحليب السائل. والتزيين قلنا دوائر ديال البنان، سنيده اولا العسل اولا السكر كلاصي، والمكسرات يكونوا محمرين يعني مصهدين من قبل. الطريقه سهله، فغادي ناخذوا الخبز ديال التوست، غادي ناخذوه وغادي كل مربع ديال الخبز ديال التوست غادي نحيدوا ليه الجوانب ديالو اللي تيكونوا محمرين تيكونوا قاصحين، غادي نحيدوهم يعني غير بالراس ديال الموس كنجبدوهم هكا ونخليو محافظ على الشكل ديالو اللي هو مربع. فملي كنحيدوا هذاك المربعات غادي نخليو فقط غير داك الخبز الوسطاني على شكل مربع، نبقاو غادي حتى نكملوا دوك الجوانب كاملين ديال الطوست نحيدوهم، وديك الساعه ناخذ دوك المربعات اللي حصلنا عليهم ديال الخبز ديال الطوست ناخذ المدلك وندلكوهم واحد شويه باش كيتبسطوا، ومباشره كناخذوا الكريمه شيكولاتة للدهن كندهنوا بها يعني كندهنوا بها كل مربع ديال الخبز ديال الطوست اللي حيدنا ليه دوك الجوانب كندهنوه مزيان، كنروليوه بحال شكل ديال السيجار كيجي هكا ملفوف غولي، كنروليوه وكنبقاو غادي مجرد ما غادي نروليو غنوصلوا للحاشيه غادي تلصق لينا بديك كريمه شيكولاتة للدهن، نبقاو غادي حتى نكملوهم مزيان ويتسدوا بعد ما قلنا دهناهم بالكريمه شيكولاتة للدهن، وكنخليوهم هكا على شكل ملفوفين غولي. نبقاو غادي حتى كنكملوا، ثم كناخذوا المقله، من الاحسن المقله تكون من نوع جيد، وغادي نديروا فيها الزبده ونديروا فيها معلقه ولا جوج معالق ديال الزيت، ما نكثروش يعني الزيت بحال غادي نقليوهم وانما غادي غير نحمروهم، فغادي نديروا كميه ديال الزبده، الزبدة تنعرفوا لانه تتعطي واحد اللون ذهب، وفي نفس الوقت ضروري نزيدوا ليها معلقه ولا جوج ديال الزيت الروميه باش ما يتحرقش لينا ديك الزبده، نديروها على عافيه مهيله. مجرد ما نحطوا الزبده مع معلقه ديال الزيت غير تسخن لينا كنحطوا هاد لي غولي اولا هاد الخبز ديال الطوست اللي عمرناه بكريمه شيكولاتة للدهن وروليناه لفيناه على شكل سيجار وكنحطوهم ونخليوهم، راه غادي يتحمروا لينا غادي يتحمصوا لينا من جهتين. كاينه واحد الطريقه اخرى هو انه اللي ما ممكن اننا نديروهم مباشره بهذه الطريقه يعني كيتحمصوا في الزبده، كاينه الطريقه اللي هي زوينه واللي غتعجب الوليدات اكثر هو انه كنغطسوهم في الخليط ديال البيضه مع نص كاس ديال الحليب مع ساشي ديال الفاني. نعطيكم ثلاثه ديال الطرق وكيبقى على حسب الاختيار ديالكم، ممكن انكم كل خبز ديال الطوست حيدتوا ليه ديك الحاشيه ديالو تبسطوا شويه بالمدلك، دهنوا بالكريمه شيكولاتة للدهن، لفوا على شكل غولي، ديروا الزبده والزيت وحمروهم من جهتين، عاد ديك الساعه غبروا عليهم السكر كلاصي ونحطوهم على جنب.
ممكن كذلك انه ناخذ الاقتراح الثاني هو انه ناخذ ديك كريمه شيكولاتة الدهن وكندهنوا بها الخبز ديال التوست وكنروليوها على شكل غولي ومباشره كنغطسوها في الخليط ديال البيض مع الحليب، يعني نص كاس ديال الحليب مع بيضه مع جوج ساشيات ديال الفاني باش كنغلبوا داك المذاق ديال الفاني، ثم كنخلطوهم مزيان وكنغطسوا هاد لي غولي ديال الخبز ديال التوست معمر بالشيكولاتة الدهن، كنغطسوهم ومباشره كنديروهم في المقله في الزيت وفي الزبده حتى كيتحمروا مزيان، ما كيتقلاوش وانما غير كنحمصوهم في هذيك الزبده، مباشره كندهنوهم يعني بالعسل وكنرشوا بلي زامون ديفيلي اولا لوس كونكاسي على حسب اللي متوفر عندنا. وفي التزيين فكيجي فيهم داك المذاق ديال كريمه الشوكولاته الدهن، وفي نفس الوقت بالنسبه للتزيين ممكن ندهنوا هذوك لي غولي بعد ما حمصناهم في الزبده، ممكن ندهنوهم بالعسل، ممكن ندهنوهم يعني بالسكر كلاصي، نعبروا عليهم سكر كلاصي. كاين طريقه اخرى هو انه ملي نحمصوهم في الزبده غادي ناخذوا كل غولي غادي ندهنوه بشويه من كريمه الشوكولاته الدهن من الفوق، وغادي نثبتوا فيهم دوائر ديال البنان بالنسبه للوليدات، يعني ندخلوا لهم الفاكهه بشكل اللي هو مختلف، وكنرشوا بشويه اما العسل اما بصلصه الشوكولات او صلصه الكراميل. فعندكم افكار كثيره كيفاش ممكن انكم تطبقوا هاد التوست بحويجات اللي هما حلوين وكيجي ولداد واكيد كيبغيهم الصغار والكبار. نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال هاد الخبز ديال التوست معمر بالشوكولاته، وبالصحه والراحه. وصلنا المباشر معكم مستمعنا، مازال نستمر دائما من خلال برنامج اللامولاتي، غادي نمشيو مباشره عند المستمعه فاطمه ام عمر والسي محمد من طنجان، تعرفوا على الاقتراحات اللي غادي تقدم المستمعات اليوم. الو فاطمه. الو سناء، صباح الخير. صباح النور، لاباس عليك؟ على خير لاباس الحمد لله. تحيه ليك. الله يبارك فيك. المستمعين ومستمعات ميغ راديو، بارك الله فيك. واش مبروكه في الصحه والسلامه، مرحبا بالناس ديال طنجه. الله يبارك طنجه العاليه، مرحبا بك. الله يبارك فيك. الصحه والسلامه ان شاء الله. يا ربي امين، بارك الله فيك. شكرا. تفضل لاله فاطمه باش نربحوا الوقت ان شاء الله وناخذوا كل الوصفات من عندك. ايه نبداو لاله سماء. ايه تفضلي. نمسك المقادير مع الطريقه، نبداو بالفقط ان شاء الله. واخا. واخا. بالنسبه للفقط سماء هذا ما كي في اخر ساعه نوجدوه، ما كيبرد ما والو. ناخذ فيه 4 البيضات نعملو في واحد الاناء. ايه. نزيد عليهم كاس السكر. نخلط مزيان غير بالخلاط اليدوي، نزيد قبيصه الملحه. واحد ساشي بالفاني. وكاس ديال الزيت، كاس العنبه، هادو كاس العنبه. نص كاس الزنجبيل نقي محمر غير شويه تنعس. معلقه كبيره ديال النسا. ايه. وعادي نزيد كاس ديال اللوز يكون عندي مرطب ديجا في شويه الماء تقريبا واحد ساعه. ايه صافي. عاد نزيدو، عادي نزيد الطحين الكافي ويكون الاحسن للعبارة تاعنا، حيت العبار مزيان بزاف الطحين كيجي كيسقط حيت كيدغي كيتحمرنا. صافي. نزيد واحد الخماره ونجمع كل شيء ونخلي العجينه تكون رطبه. ايه. مع 3 ديال الكويرات. صافي. نحربهم بحال الفقط العادي. ايه. ونعملهم في الطاوه اما مدهونه اولا نفرشه بكاغي الزبده بحال بحال. ندخلهم الفران يكون بارد. نشعل النار غير من التحت. ايه. نحس به تبدا كيتنسق شي شويه، وعاد نشعل من الفوقي ناخذ غير واحد التحميره خفيفه. صافي ونخرجوا. ايه. عاد نغطي بواحد التربيطه تكون بلا شويه بالماء. وبواحد بلاستيكه. ايه. نحسب انا واحد جوج ساعات تقريبا او 3 ساعات، مهم ما يبرد ليش بزاف. ايه. يكون باقي دافي ونبقى نقطع فيه. واخا. ملي كنقطعو راه ما كتدعم لنا السر، ما كيتفرسش ما والو. ايه. ما كيتفرسش ما والو، ديك ملي كيكون باقي دافي حسن ملي كيبرد. مزيان. صافي ونرجعو كيتحمر. وفي حد يشتي الصورة راه كيجي مزيان بزاف كيشعل. فعلا. والفقاسي يعني فعلا من الدوازتي اللي هما أساسيين في كل دار، يعني فوق ما كيسالي كنعاودوه وكيجي مزيان. ومزيان حتى الوليدات كيديو معاهم دراسة، يعني شحال من حاجة مع القهوة مع أتاي يعني كينفع، وخاصة هكا دابا مقبلين على العيد كنبغيو شي حاجة اللي غندوزو بها أتاي، سواء في الفطور أولا هكا في الكوتي. وفي جميع المناسبات. أي في جميع المناسبات. أي. يعطيك الصحة بالنسبة للفقاس، تبارك الله عليك فاطمة. تفضلي. فيك أسماء، دابا عندك الحلوى درت شكون بالطريقة ديالك. أييه ديك الحلوى هشيشة مقبولة عند الكبار والصغار. كلشي كيبغيها. أييه. واحد الأسرار كيفاش زعما نشتغلوا بها وهذا. فيها 4 زبدة. أييه. جوج كيسان ديال السكر، كاس العنبة. عادي نخدمو مزيان تترجع لي بحال شي بوماد. أييه. عادي نزيد واحد شاسي ديال الفاني، قبيصة الملحة. أييه.
وعادي نزيد جوج كيسان ديال الزيت ثلاثة البيضات وانا كنخدم اي مكون جبتو عادي نخلطه مزيان عاد نضيف مكون اخر واخا معلقه كبيره ديال المربى ديال المشمش صافي ونعمل الطحين نعمل الطحين من الخماره ونص يعني 14 غرام تاع ما عنديش شي خمارات كاملين واخا اييه من بعد غادي نقسم قبل ما نجمع العجينه ديالي تكون باقا رطبه غادي نقسم على جوج في قصعاني اييه واحد النص غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو المر وصافي وغادي نكمل بالطحين وتنحصل على واحد العجينه كرطبه اييه من بعد غادي نكورها كويرات يكونوا غير صغيرين ونصفهم في الطاوه ونعمل صف بالعجينه ديال الشوكولات وصف بالعجينه اخرى باش تعرف ان الحلوه ديالي طابت في نفس المستوى واخا مزيان صافي غادي نطيبها العافيه تكون في وسطها غير 180 درجه العافيه من الفوق ومن التحت ونخرجها ونخليها كتبرد اييه قبل الثناء من دخل الفرن غادي نشبر الشوكه فرشيت ونتكي عليها بالفوق باش ما تبقاليش مقبه اييه صافي من بعد غادي نحضر واحد واحد القرعه ماء الزهر مع القرعه ديال المربى المشمش كنت ديجا خديت منها معلقه عملتها في العجينه اييه غادي نخلطهم غادي نعملهم فوق النار نخليهم يغلى غير واحد شويه صافي وهما دافيين ونقص فيهم الحلوه ديالي ونفندو في الكوك الكوك يكون ديك الغليظ ماشي ديك الرقيق حيت هذا هو اللي مناسب للتفنات اييه صافي ونعملها في واحد البلاطو نخليها حتى تنشف سناء مزيان من بعد عاد كنجي مع نعملها كشي بواطه تكون طويله دابا حنا كنخرجوا كنتقداو العيد نشري بواطه تكون شي بواطه طويله كما اييه فين نحتفظوا بها فعلا اييه هذا مثلا عملت بقعة سناء ونعملت شي كاغي ديال النشاف او لا بابي كويسو او اي حاجه باش نفرق به باش مي كنبغي نجبدها ونقدمها ما كتلفقليش على بعضيتها كتكون فروزه وباينه عاد منها اييه وعاد المذاق ديالها وكتكون هشيشه فتبارك الله عليك ملي كنقدموها كتجي بارده بزاف وصراحه الا منها في الصاله او خليناها تقبية كتغمل كيتبدل المذاق ديالها ما كتبقاش اللهم بواطه اييه اللهم البواطه في الثلاجه تنحل فخور هكذا باش ما نضيعوش في المقادير ديالنا اييه فعلا صافي ونقدمها بالصحه والراحه يعطيك الصحه تبارك الله عليك بغيت نقدم لك السناء واحد البطبوط كيجي غزال بزاف نقدمه مع الشوا مع التقليه مع اي حاجه والدرارة اييه كنحتاج فيه قد الطحين ديال انا كنستعمل طحين الزرع اييه مزيان النخاله ديالو كنزول النخاله كنقرص بها وكنخلي المهم انا نقول لك شنو عملت عملت زلافه ديال الطحين الزرع مزوله للنخاله وزلافه ديال الطحين ديك اللي كنعملوها سناء ديال الخبز المسمن ديك اللي حرش شويه اييه هاكا المجلسه منو قد هذا قد هذا كنجمع معلقه كبار ديال زيت الزيتون ومعلقه عمراء الخميره بالخبز على التسجيلات معلقه صغيره ديال قناه امونه المزيونه عندي ثلاثه ديال المعلقه معلقه ديال النكع معلقه الزنجلان معلقه زريعه الكستان والسيده تعمل اي زراعه كتفضلوا اييه صافي وعاد نجينا هادشي كامل بما دافي اولا نخلط الخميره ديالي مع العسل نخليها كتفاعل نعمل نخلط كل شيء نبدا نعجن نزيد الخميره نخليها خفيفه سناء اييه ونعملو على كريطه ومنين نقرصهم بالنخاله اللي كنت زولت انت كطحي من بعد انا نخليهم يخمروا غير واحد خمسة دقائق نغطيهم شي من ما يخمروش بزاف لان الا خمر بزاف ما عاديش يتنسخنا في المقله اييه ونطيبوا في المقله الثقيله وصافي راه كيتنسخ كيجي غزال خاوي من الداخل كنقدمو مع الشوا هذا صراحه كيجي غزال مزيان ايوا فعلا هو دابا في العيد الاضحى معروف انه يعني بزاف ديال الناس اللي كيديروا داك البطبوط خاص هكا بالنسبه يرافقوه مع المال البلفاف وغيره الله يعطيك الصحه فاطمه وخاصه هذا في الزراره وفي الصحه اييه صحي مزيان ممتاز الله يلا انت كتنقل البغرير اللي كنعملو في النشا كيجي غزال خفيف هذا كنعملو انا مثلا هذا في العيد ومناسبه مزيان الصباح غير كيوجد اييه كنعمل كاس سميده رقيقه نص كاس طحين نص طحين اللي كنستعمل في الخبز المسمن ديك اللي حرش شويه اييه معلقه كبيره ديال النشا كامل ملحه على حسب اللي عاد تملح لي ديك الاشياء الناشفه والخميره ديال الخبز اييه تقريبا واحد معلقه كبيره وشي معلقه صغيره السكر اللي بغا هو كتحمر من تحت كيجيب لي الوقت محمر مي الا ما بغاش شي واحد ما يعملش
والماء دافي وكرمي فيه شويه ديال الخرقوم البلديه سناء باش كيفيدو ديك الوين صفا شويه. واخا صافي كنخلط كلشي كنطحنو اما في الخلاط الكهربائي او ما كنعمل ديك الخلاط اللي كنطحنو به ديك السوائل بحال الشربات وداك الشيء. اييه صافي كنخلي 5 دقائق يرتاح. اييه من بعد كنرجع نطحنو عاوتاني باش كيخرج ديك الهواء عاوتاني كنخلي 5 دقائق اخرى. صافي ومني نبغي نطيبو نحرك مزيان نزيد واحد الخماره تكون حمراء وكنطيب فيه راه دغيا كيتقط كيجي خفيف داك النشا اللي عملنا فيه كيجي غزاله سناء. الله يعطيك الصحة فاطمة تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف فاطمة أم عمر وسي محمد على كل هاد الاقتراحات اللي قدمت لنا مستمعة وفية من طنجة، وعندها العديد من الاقتراحات إن شاء الله. أكيد لأنه مابقاش لنا الوقت باش نكملوا كل الاقتراحات، ولكن إن شاء الله دائما على تواصل، ومن بعد العطلة أكيد نتواصلوا مع كل المستمعات. وتحياتنا لك فاطمة، شكرا لك بزاف على المشاركة الفعالة ديالك. غادي ناخذوا ليلى أم ياسين، بما أنه البارح كانت عندها واحد الطريقة يعني كيفاش نضفوا الكرشة وما خديناهاش. ألو ليلى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كتب لينا اننا نختموا معاك اخر حلقه في هذا الموسم. ايه داكشي اللي كاين. هادشي اللي كاين، نخليو لك الصوارت ياك ليلى. ايه وشنو؟ نسدو. انت قريبه بعد الاذاعه. قريبه اختي. الله يبارك فيك ليلى. رد البال اختي على ما جيتو. الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. عطله سعيده ان شاء الله. يا امين حنا وانتم ان شاء الله. لا خداكم علينا. غادي ندغي لان ما بقاش الوقت. ايه واخا. بالنسبه واحد النصيحه للكرشه. كيف تنعطيها لك الجزر او الدار الى ذبح موضه وداكشي كيف يعطيها لك تتحيدي منها كلشي داك الفم ديالها تديبيه ديريكت للروبين. اييه وتتحلي حيت داكشي تيكون فيها قاصح. اييه تحلي داك الروبيني وضروري تكوني دايره شي بانيو ولا سطل. اييه باش داكشي ينزل تما صافي وتتحركيها مزيان بداك الماء تتولي كلشي جاري تتخوي في داك السطيله ولا في داك البانيو تتعاودي عاوتاني ديري الماء تتشلي عاوتاني مزيان نفس الطريقه تما يبقى فيها والو تجيك سهله في نفس الوقت تتخوي داك الماء في المجرى ما تتخافيش منه جاري ما تيوقع والو ما تيخنق لا هذا لا لا باب ولا والو ما تيخنقها ولا شنو شي يخافوا كيبقى يخويها في داك الميكا والبلاستيك لا طريقه خايبه وتتعذب يعني الطريقه السهله يعني داك الفم ديالها الفم ديالها يديرها مع الفم ديال الروبيني وفي نفس الوقت هذاك اللور ديالها تيكون فيه لاصق الشحمه وداك الشيء تنحيدوه بالخف وواحد الطريقه الثانيه باش غادي نكرطوها حيت هي باقا سخونه وطريه وجديده راه هي تدوزي عليها كلشي تيتكرط اختي تكرطيها بالما تنشف ديك الساعه نزربوا عليها بلا ما نبقاو نطيبوا الماء ونديروا بزاف الحوايج بلاش منها تتكرطي تترجع بيضه ديك الساعه تديري لها داك الملح الغليظه اللي قلت لهم يشريو يدهنوها بها مزيان وقطرات من الخل او داك الحامض اللي كنت عطيت النصيحه ديالو انه يجمعوه من تنعصروا ويديروا عليه الخل اللي تنضفوا به وتنديروا فيه بزاف الحوايج حتى هو تيعقم لي هذاك الكرشه تنديروا منها واحد شويه مع داك المليحه ونخليوها غير ربع ساعه مراقده ونعاودوا نجيو نشلوها صافي هالكرشه ديالنا حيد منها الزفوريه حيد منها كل شيء. ايه تقطعيها وزيدي معاها الريه وزيدي معاها داك الشيء الاخر وبالصحه والراحه وباش تجي تقليه لذيذه ضروري نزيدوا فيها اللحيمات واكثريه كان اللحم ديال الراس تتجيب بحال ديال العراس. ايه اللحم ديال الراس ماشي ديال الغنمي اللحم الراس الحبره الحيمات ديال الراس ديال البقري. ايه نكون شاريين وحاطين طريفه صغار تنزيدهم مع التقليه تتجي لذيذه لذيذه وتنحكوا مطيشة هي تدبر الحموضه ونديروا الحامض مصير والثومه والربيع وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه ليلى تبارك الله عليك. واش مبروكه مسبقا شكرا لك بزاف ليلى تبارك الله عليك. ادعوا لينا ان شاء الله بالصحه والراحه ان شاء الله يا رب نتمنى الخير للجميع. تحياتنا لك ليلى ولكل المستمعات فتحية كبيرة لكل مستمعات برنامج جلة مولاتي من داخل وخارج المغرب كنبوسكم كاملات وكنشكركم بزاف على كل المجهودات اللي يعني كديروا معنا وكتقاسموا معنا أفكار نصائح معلومات احنا كنستافدوا منكم وانتم كتستافدوا منا فما سخيناش بكم اكيد ولكن غير بغينا على انه ضروري انه نرتاحوا شويه باش نلقاو نفس جديد فكنحييكم وكنشكركم ونتمنى للجميع عطله ممتعه ان شاء الله وعيدكم مبروك مسبقا عواش مبروكه تعيدوا تعاودوا بصحه وسلامه ان شاء الله نتمنى نشوفكم على خير بصحه وسلامه وراحه البال وبالرزق والتيسير للجميع ارتاحوا تمتعوا بالعطله ديالكم ونرجعوا مع بعض ان شاء الله نكملوا مشوارنا في موسم مقبل ان شاء الله كيف قلت نفس جديد طاقه جديده واكيد لانه المستمعات ممكن لانه مره لانه فعلا في الصيف راه معروف اننا كنتوحشوا بعضياتنا فممكن في الواتساب مره
يعني كنقدموا تحيه لبعضياتنا وهكا كل مستمعه كتصيف لي الصور وانا بدوري يعني كنتواصل مع مستمعات مره مره. ريتما اننا ان شاء الله نجيو في يعني في شهر سعود باذن الله. شكرا لكم وباسم طاقم برنامج لامولاتي كيسلموا عليكم وكنشكركم بزاف على كل ما قدمتوا لبرنامج لامولاتي. ونلتقيو ان شاء الله في موسم جديد من بعد العطله الصيفيه باذن الله دائما من خلال اللقاء الصباحي كيجمعنا بكم في برنامج لامولاتي وعلى ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. لكم تحيات سعيد عقال رفقتنا في الاخراج صابر فندل لمياء البكري في البرمجه الموسيقيه وهشام بوزروال في اخراج الصوره وبقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. Why is he telling